خلينا كريم انا وانت بقى نروح دلوقتي لتقرير، وده هيكون اخر تقرير في الفقره الاولى وهي الفقره الاخباريه مع حضراتكم، ودي خاصه بتصريحات مهمه جدا من الصحفيين المغاربه. قالوا ايه عن نهائي دوري ابطال افريقيا بين الاهلي وداد المغربي، وايه الكواليس او ايه النقاط الهامه اللي ركزوا عليها؟ هنروح نشوف التقرير ده وبعدين نروح فاصل ونرجع عشان نستقبل كابتن ماهر همام بحضراتكم. اولا ارحب بالقناه الاهلي المصريه هنا بمدينه الدار البيضاء. كما جاء على لسانكم هي مباراة أشقاء بين الكرة المصرية والمغربية، ونعلم جيدا على أن هناك لقاءات كثيرة لا سواء على مستوى الأندية أو على مستوى المنتخبات، دائما كانت هناك ندية بين المنتخبين وبين الأندية المصرية، ولكن دائما لا تخرج على يعني سواء دائما تبقى على الروح الرياضية، ودائما الفريق الذي يكسب المباراة نتمنى له المسيرة موفقة مستقبلا في باقي سواء كانت على مستوى المجموعات. أعتقد على أن من أهم شيء في هذه المباراة النهائية التي ستجمع قطبي كرة القدم على المستوى الإفريقي، فالأهلي المصري فهو فريق القرن، ويعني في الست سنوات الأخيرة أجرى 5 يعني نهائيات، وأعتقد على أنه له تجربة كبيرة ويعرف رغم ضغوطات الجماهير العارضة بمختلف الملاعب فهو يعرف كيف يجري مبارياته ورغم الضغط الجماهيري. فريق الوداد البيضاوي ربما أنه الفريق يستقبل على أرضه أمام جماهيره الغفيرة، فريق وداد الأمة كما يقال ويسمى عليه، أعتقد على أنها مباراة ستليق بكرة القدم الإفريقية وستعطي نكهة لكرة القدم بعدما لاحظنا بالأمس مباراة ليفربول وريال مدريد. وأعتقد كما قال وليد الركراكي فريق الأهلي هو فريق شبهه بريال مدريد لأنه يعرف كيف يفوز بهذه الألقاب الإفريقية خاصة على مستوى عصبة أبطال إفريقيا. المباراة كيف كيعرف الجميع أنها ستكون مباراة قوية وغير سهلة سواء بالنسبة للفريقين معا، سواء الوداد الرياضي أو الأهلي المصري، فريقين عندهم حمولة تاريخية وإفريقية كبيرة، فريقين كبار كيتمنوا كل واحد فيهم أنه يتوج بهذا اللقب الإفريقي الغالي، فكنشوفها مباراة قوية وما كتلعبش كتلعب على جزئيات بسيطة جدا. لأطول مقابلة كصحفي مغربي ألاحظ أن الوداد البيضاوي فريق كبير وأن الأهلي المصري فريق كبير، هما اثنين قاطرة الكرة الإفريقية بالعالم. نعرف أن الأهلي توج بعدة بطولات إفريقية والوداد لديه طموح من أجل الفوز بهذا اللقب اللي كيتلعب في الأرض ديال مدينة الدار البيضاء، ومن خلال أن الأهلي واجه فريق الرجاء في دور الربع لاحظنا الأهلي لا يتأثر بالجمهور، ولكن مقابلة نهائية لديها طقوس أخرى وإن شاء الله الفوز للأقوى. جد سعداء أننا غادي نتلقاو في نهائي اللي هذا يعتبر نهائي السنة، النهائي اللي غادي يكون كيجمع ما بين قطبي كرة القدم القارية اللي هو فريق الأهلي المصري ونادي الوداد الرياضي، هاد الفرق اللي كيعرفوا بعضياتهم يعني جد المعرفة. التفاصيل اللي غادي تبقى كأي تفاصيل اللي كتعرفها أي مقابلة نهائية في كرة القدم. تابعنا بالأمس لقاء نهائي اللي كيهم تشامبيونز ليغ أوروبيان اللي جمع ما بين ليفربول، يعني نفس الضوابط نفس التفكير كيبقى كيختلفوا هو المكان والاطراف اللي كتجسد هذا النهائي. هذا فريق الاهلي المصري جاي يعني عاطي واحد ربما نوع من الضغط على الفريق الوداد الرياضي، لان الفريق الوداد الرياضي هو اللي كيستقبل هنا في البلد ديالو، ولكن هذا العامل ما عمره ما كان حاجز امام فريق الاهلي المصري انه يلعب. معروف على فريق الاهلي المصري كيجيب الالقاب من خارج الديار ديالو، هو اللي فاز اخر لقبين. الوداد عنده فريق اللي ما انتدبش هذا العام، هذا الموسم ما كانوش انتدابات، كانوا عده اشكالات، كاينه هناك غيابات، كاينه اصابات عند اللاعبين، يعني اللي غادي يكون مركز وغادي يستغل اقل هفوه عند الاخر هو اللي غادي يقدر يفوز باللقاء. كنتمنى من واخا من المنبر ديال الاهلي، ولكن كنتمنى فريق الوداد الرياضي هو اللي يكون عنده هذا الحظ هذا وانه يفوز باللقب غدا ان شاء الله. بدايه مرحبا بالاشقاء المصريين في المغرب، بلد الامن والامان والسلم.
والأكيد أنكم في بلدكم، ولو أن كان اعتراض على مركب محمد الخامس، ولكن دائما مرحبين بالأهلي، والأهلي فريق كبير. وكيف ما قلتي أتفق معك أن هذا هو ديربي عربي، ديربي عرب شمال إفريقيا، غتحكموا جزئيات بسيطة، والمدرب اللي عنده مفاتيح اللعب سواء بيتسو أو وليد الركراكي غيفوز بالمباراة وباللقب. الحدود متساوية ما بين الوداد والأهلي، الأهلي أكيد فريق كبير تنحترمه كإعلام مغربي كجماهير مغربية، وألقابه تتخلي أن الكل تيحترمه، ولكن الوداد بدوره كذلك فريق كبير، فريق قوي، فريق يحترم. الوداد استعد بهدوء تام في الرباط مركز محمد السادس لكرة القدم بعيد عن أي الضغوطات، والمدرب كما تابعته في المؤتمر الصحفي أنه تعمل على أنه يركز على الجانب النفسي من أجل إخراج اللاعبين من أي ضغط. المباراة صعب التكهن وصعب التحدث حتى على التفاصيل، لأنه ممكن أن داخل المباراة يكونوا سيناريوهات جديدة، وهذا ما عودنا عليه دائما النهائيات رابطة الأبطال الإفريقية ولا أبطال إفريقيا خاصة بين العرب. ولكن اللي تنتمناه بغض النظر على الفائز اللي غيحمل لقب سواء الشناوي ولا يحيى جبران، أن تسود الروح الرياضية الكبيرة بين الأشقاء، لأن مباراة في كرة القدم مدة 90 دقيقة ولا حتى الأشواط ولا حتى الضربات الحظ، ولكن العلاقة ما بين المغرب والمصر قوية تمتد من سنوات وستستمر. لابد من أننا نركز كإعلاميين على دائما نكونوا جسر تواصل ومحبة ما بين الشعبين، وكرة القدم لن تفسد علاقة المغرب ومصر.